بتير هي قرية فلسطينية مقدسية تقع جنوب غرب القدس، واحدة من 19 قرية كانت معروفة بقرى جنوب غربي القدس اللي للأسف خسرنا معظمها بعد نكبة 48. بتير ظلت محافظة على عروبتها وفلسطينيتها، ولكن فقدت تواصلها الجغرافي مع مدينة القدس اللي بنشوفها ورانا ورا هاي الجبال. كان هذا طريقنا الرئيسي من خلال هذا الوادي اللي بيشبكنا مع القدس، ولكن صار في انقطاع من هون وصارنا أقرب على منطقة بيت لحم، على مدينة بيت لحم، فصاروا الناس يسموا بتير بيت لحم، ولكن هي بالأصل بتير القدس. اليوم في الوقت الحالي في عنا 7 عيون مي شغالات، كان في عدد أكبر في السابق وفي معظمها جف لعدة أوامل. هاي العين الموجودين عندها هي عين البلد، واحدة من أهمها وأشهرها لوجودها داخل البلد القديمة، وكمان هو أكبر نظام ري تقليدي موجود شغال لغاية اليوم بقنواته بمدرجاته في بتير. بنسميها الجنان، والجنان هي جمع جنة، كل حدا له قطعة أرض هي جنته الخاصة اللي موجودة في البلد. هي الزراعة موسمية، تقسم لقسمين صيفي وشتوي. هذه في مناطق العيون. في المناطق الثانية هي الزراعة الغير مروية اللي هي زي الأشجار والزيتون واللوزيات والآخره. بالنسبة للزراعة المروية عند عيون الماي، كل موسم له مجموعة من الخضار والفواكه اللي بتنزرع في هذا الموسم. أشهرها البيتنجان البتيري اللي بزرع في الموسم الصيفي، وهذا ما تعرف فيه بتير، فالكل بيجي على بتير يدور على البيتنجان البتيري، رغم أنه في كثير أصناف أخرى زي الكوسة والخيار والبندورة والفاصوليا والآخره، ولكن احنا نتميز بالبتنجان البتيري تبعنا. يعني هو حسن مصطفى واحد من اعلام بتير، لما تذكر بتير يذكر حسن مصطفى والعكس صحيح. العين هاي هي واحدة من 7 عيون المي اللي حكينا عنها، هي اشهرها، في عليها حجر مكتوب انه جدد هذه العين حسن مصطفى سنة 1950. هي كانت نتاج عمل مجتمعي من خلال العونة، وهو التعاون المشترك بين الافراد في المجتمع لترميم واخراج العين بشكلها النهائي، وتقسمت لثلاث اجزاء. البركة الصغيرة اللي جنب العين اسمها الحوض، وهي كانت مكان لسقاية الماشية أو لغسيل الخضروات. رأس العين وهو النبع اللي كانوا يعبوا منه الجرار ليأخذوا المي على البيوت. والجزء الثالث هو الحمام الروماني، قدروا يعملوا له خصوصية بمدخل خاص حتى يقدر الإنسان يغتسل أو يستخدم الحمام بخصوصية بدون ما يكون مكشوف على العامة. يعني هو كان هذا نتاج عمل مجتمعي من أهالي بتير اللي اشتغلوا كثير لإدراج بتير على لائحة التراث العالمي لليونسكو، وهذا أعطى بتير خصوصية عالمية. بتير ضمن 1031 موقع موجودات في كل العالم، بتير في إدراجها لائحة التراث العالمي، زيها زي كثير مواقع مهمة زي الأهرامات، زي البتراء، زي برج إيفل، زي البلدة القديمة في عكا هي مدرجة لائحة التراث العالمي. فهذا أكسبها ميزة إنه الناس تحب تيجي وتشوف تتعرف على بتير بمناظرها الطبيعية والأشياء الموجودة فيها. يعني سكة القطار هي جزء من سكة قطار الحجاز اللي أنشأتها الدولة العثمانية. هذا المقطع الواصل كان من يافا للقدس، كان اسمه سكك حديد القدس يافا، وكان في بتير في محطة قطار يوقف فيها القطار يتزود بالمي من عيون المي الموجودة، لأنه كان قطار بخاري ما كان يشتغل على البترول أو على الديزل، فكان يحتاج لمي حتى الماكينة البخارية واللي كانت معروفة بالبخارية تقدر تمشي وتستمر. وبتير كانت المحطة قبل الأخيرة وانت جاي من يافا للقدس. اليوم الفيرست ستيشن أو المحطة الأولى موجودة في القدس هي البناية القديمة مرممة. فكان القطار هو مسار قديم قبل ما يكون سكة قطار، وكان مسار للقوافل الرومانية كمان. العثمانيين اتخذوا أو استخدموا نفس المسار لإنشاء سكة القطار. بعد اللي صار في 48 صار القطار هو أهم وسيلة نقل للاحتلال تربط بين القدس والساحل الفلسطيني بشكل عام، فكان محتاجين إنهم يأخذوها بأي ثمن حتى يخلوا هذا الواصل أو وسيلة النقل الموجودة من يافا للقدس. فهون صار في عنا معادلة مختلفة عن تقسيم الحدود في أي مكان ثاني في الضفة الغربية، وإنه صار في عنا سكة قطار تقع على الطرف الفلسطيني اللي كانت تحت الحكم الأردني في هذاك الوقت، والإسرائيليين بحاجة إلها، فخلقوا معادلة ثانية إنه أخذوا القطار كسنتر لاين أو كمركز وسط، وعلى طرفين القطار 200 يارد 100 من الجهة هاي و100 من الجهة هاي تعتبر مناطق حرام، ممكن فقط للمواطن البتيري انه يدخل جوا هاي الاراضي، وكان ممنوع على الجيش الاسرائيلي او الجيش الاردني انه يدخل هذه المنطقة، وكان يسمح بحق ملكية هاي الاراضي لأهالي بتير ويحافظوا على ملكية اراضيهم في هاي المنطقة مقابل مرور القطار بسلام. فربطوا مرور القطار في هاي المنطقة
بأمن القطار. فأهل بكتير من هون كان عندهم وعي مختلف إنه مشكلتنا مش مع القطار، مشكلتنا مع الاحتلال بشكل عام. فظل هذا القطار اللي موجود من هون يمرق من بعد 48 لغاية ما قبل الكورونا في 2019 أو في بداية 2020، وما حدا يتعرض له من أهل بكتير في مشاكل. فكانت الحجة بناء الجدار هو حماية القطار، وكانت هاي حجة واهية. قدرنا نشتغل على عدة أشياء، كان أهمها إدراج بكتير على احتياطي تراث العالم لليونسكو اللي أعطت خصوصية لهاي ومنعت إقامة الجدار في المنطقة. يعني هي كانت فكرة إنه أطور إشي جديد في البلد وفي المنطقة، وكيف إني أقدر أستخدم الموارد المحلية والطبيعية اللي موجودة في البلد. ففكرة المقهى أو المطعم هذا هي فكرة كثير بسيطة، تعتمد على إنتاج المزارعين الخضار، نشتريها نطبخها عنا، فإحنا هيك بنسوي سوق للمزارعين. كمان زي الحجات اللي شفتهم هم بيوقفوا عنا ببسطوا بالخضار اللي بنتجوها. كمان عنا مجموعة من ستات البيوت اللي هم الشفات تبعونا، هم اللي بيطبخوا الأكل تبعنا، وعنا مجموعة طلاب اللي هم طلاب جامعات اللي بيشتغلوا معنا في المقهى. فهي خلطة بين مزارعين، ستات بيوت، وطلاب جامعة. خلقنا في هذا الموقع، طورناه شوي شوي بما يتماشى مع الطبيعة المجيدة الموجودة والمحيط الموجود، بدون إدخال أي مدخلات عبثية أو تشوه المنظر. وهيك قدرنا ننشئ هذا المحل، اليوم عمره 6 سنوات. الحمد لله بلاقي رواج، وهذا بفضل رب العالمين. يعني أنت شفت اليوم نموذج، هذا النموذج كان حي بشكل أقوى ويومي في فترة ما قبل الكورونا، ولكن صار في عنا إغلاق زي ما كل مكان في العالم في سنة 2020. اليوم في عم بصير حركة جديدة، ولكن صدقا أنا تعلمت درس كثير منيح بالنسبة للسياح. مفهومنا للسياح الأجانب شوي خاطئ. أنا بفضل السياح المحليين أهل البلد، بفضل ابن الطيبة وابن الطيرة وابن سخنين وابن أم الفحم، ابن فلسطين عكي. بشكل عام ابن فلسطين من كل مكان يجي يزور بكتير ويتعرف عليها، وهذا اللي خلانا نأخذ هذا التواصل الأقرب ونتعرف عليهم ويتعرفوا علينا أكثر خلال فترة الكورونا، لأنه صار السفر كثير ممنوع، فصاروا يدوروا على أماكن بديلة، صار في احتكاك، وهذا بنى خطوط وروابط ما كانتش موجودة قبل. أنا بحكيك بصراحة.